la 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 la. شو 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 جئناكم أيام العطلة ندعوكم في جمعتنا نمرح نلهو نتسلى فهيا تعالوا ضموا لنا فالوقت يطيب ويحلو معكم أنتم أحبتنا. هو هو شو 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 لا 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 العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتنا برضاكم لبيتوا دعوانا وإحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. شكرا 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 شكرا. مساء الخير. إذن مرحبا بكم مرحبا بكم. عمو يزيد سعيد جدا اللي راه هنا. طلعوا 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 طلعوا. يلا 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 يلا. مرحبا بك مرحبا بك. واش راك؟ لاباس لاباس لاباس. راك فرحان اللي راك هنا؟ ايه. إذن ابقى معنا ديروا له مكان هنا خمس نجوم صديقنا. فوالا الله يبارك الله يبارك. أحبائي عمو يزيد سعيد جدا بوجوده هنا في مدينة الورود. على بالكم بلي الإقبال تاع حفل مدينة البوليدة في شهر مارس ما زالوا محتل المرتبة الأولى. لذا أبينا إلا اليوم مع مديرية الشبيبة والرياضة بإشراف السيد الوالي باش نتلاقاو بكم في هذه المناسبة السعيدة. هذا الحفل برعاية مجمع الشروق شركة رامي شركة جيمس مهبول وشركة أوكيدز اللي راهم معنا اليوم أبوا إلا أن يحتفلوا معكم بهذا العيد اللي هو عيد الاستقلال وعيد الشباب. واش رأيكم؟ تحبوا العطلة؟ ولكن تحبوا المدرسة؟ عودوا عودوا. تحبوا المدرسة؟ تحبوا العطلة؟ يلا مالا نبدأ بالأغنية تاع العطلة. عمو يزيد لكم أغنية نقول فيها بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن. تعالي تعالي قولي لهم. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهنا وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة. برافو برافو برافو
بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة، وها نحن اليوم في عطلة. تغنوا كامل معايا، جاءت العطلة. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة، وها نحن اليوم في عطلة. جاءت العطلة، جاءت العطلة، فبها نحن مسرورين. جاءت العطلة، جاءت العطلة، وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. نلعب ألعابا جميلة ممتعة ومفيدة، نمرح ساعات طويلة، نمضي أوقاتا سعيدة. نلعب ألعابا جميلة ممتعة ومفيدة، نمرح ساعات طويلة، نمضي أوقاتا سعيدة، نمضي أوقاتا سعيدة. جاءت العطلة، جاءت العطلة، فبها نحن مسرورين. جاءت العطلة، جاءت العطلة، وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. أساعد أبوي في البيت، أسافر أرسم أقرأ كتبا، أعرف كيف أنظم وقتي لا أمضيه لهوا اللعبا. أساعد أبوي في البيت، أسافر أرسم أقرأ كتبا، أعرف كيف أنظم وقتي لا أمضيه لهوا اللعبا، لا أمضيه لهوا اللعبا. جاءت العطلة، جاءت العطلة، فبها نحن مسرورين. جاءت العطلة، جاءت العطلة، وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. شكرا شكرا أحبائي. أساعد أبوي في البيت، أسافر أرسم أقرأ كتب، أعرف كيف أنظم وقتي لا أمضيه لهوا اللعبة، لا أمضيه لهوا اللعبة. أحبائي، مهم جدا أنه الطفل يعرف ينظم وقته. اللعب مهم وجميل، ولكن الأجمل أنك تعرف تنظم وقتك يا أخي. أحبائي، هذا وعد، هذا وعد. برافو برافو برافو. أحبائي، شكون يقدر يقول لي سؤال اليوم يقول: في أي يوم وأي سنة أسست إذاعة بليدة؟ شكون يقدر يعرفها؟ نعطوا له هدية جميلة. شكون شكون؟ إذن حسيبة، واسمك، واسمك بنتي؟ كاميليا. كاميليا، شحال في عمرك كاميليا؟ 10 سنوات. 10 سنوات، الله يبارك. شاطرة في الدراسة؟ شاطرة؟ نعم. نعم، الله يبارك. وقتاش أسست إذاعة البليدة؟ اليوم والسنة؟ 2017. 2008 2017. 10 جويلية. لا 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 لا، حسيبة شوفي واحد آخر. يلا يلا، شكون يعرف الجواب؟ يلا 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 يلا، شكون اللي عنده الجواب؟ شوفي صديقنا لهيك، شوفي صديقنا لهيك. حسيبه يلا، على اليمين. واسمك وليدي؟ اكرم. شحال في عمرك اكرم؟ 12 سنه. 12 سنه، الله يبارك.
وقتاش أسست إذاعة البليدة؟ 2012 4 جويلية 2012 عاود بالعقل وقتاش أسست إذاعة البليدة؟ 4 جويلية 2011. برافو، تعال تعال تعال. إذن في انتظار البرعم، في انتظار البرعم يلتحق بنا، عمو يزيد دار لكم أغنية أنا نحبها جدا جدا جدا، أغنية قلمي، نقول فيها قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. تعالي تعالي تعال تعال جيبه تعال. إذن أعطونا تصفيق على البرعم، عود لهم اسمك. أكرم. أكرم، شحال جبت معدل أكرم؟ 17. واو 17، صفقوا عليه صفقوا 17 باين شاطر وليدي باين، الله يبارك الله يبارك. 17 في المعدل، وعرف الجواب. متى أسست إذاعة البليدة؟ 4 جويلية 2011. إذن أحبائي لازم نعتز ب الإنجازات نتاعنا خاصة في مجال الإعلام. يا أخي أعطوني الهدية تاعو، أعطوني الهدية تاعو. إذن أكرم رامي راعي هذا البرنامج يعطيك هذه الهدية المتواضعة، إن شاء الله تستفاد بها ولدي. واش تقول لهم؟ إن شاء الله. واش لازم يديروا باش يقراوا مليح؟ المثابرة. المثابرة، برافو برافو ولدي، شكرا شكرا أكرم. إذن قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. يلا تغنوا كامل معايا. قلمي 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 صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. به أرسم وبه أكتب ما يجول في خاطري، أحمله أينما أذهب يصحبني في مشواري. به أرسم وبه أكتب ما يجول في خاطري، أحمله أينما أذهب يصحبني في مشواري. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. حتى لا يمحيه النسيان، كل علم دونه وروى تاريخ الأزمان، فالقلم دوما يحفظه حتى لا يمحيه النسيان. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. قلمي آية من القرآن وهو أول خلق سخره الرب المنان، له في الدين والدنيا مكان،
فضلك سمت كل الأمم نحو القمم. فالعلم رهين بك قلمي، قلمي قلمي صغير الحجم، ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. فالعلم رهين بك قلمي. شكرا 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 شكرا. كل علم دونه وروى تاريخ الأزمان. أحبائي القلم رفيقنا. نحي الفران، يا الله روحوا القدام نهضروا شوية مع هاني. يا الله قلهم اسمك. هاني. هاني راك فرحان لي راك هنا؟ ايه. أعطونا تصفيق على هاني. رحبوا لنا بهاني الله يخليكم، واعطونا الأولوية لينسى. الله يبارك الله يبارك الله يخليك هاني. جيب لنا العروس هذاك تاني. جيبوا جيبوا، تعال تعال. أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة، إلهي ربي قادر أرادني عديمة، لكنني مسافر. عبد الرحمن شحال في عمرك؟ 9 سنوات. فرحان لي راك هنا؟ نعم. أيوا برافو برافو برافو. أحبائي قبل ما نروح للمفاجأة، علاش جبت هاني وعبد الرحمن لهنا؟ لأني عندي مفاجأة لكم، ولكن قبل المفاجأة هذه حبيت نطرح عليكم سؤال. السؤال يقول: وقتاش اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة؟ حسيبة لازم نروحوا عند أصدقائنا لهيك، شو زعفوش علينا. لازم نروحوا شوية على اليسار. كاين كيفاش تروحوا لهيك؟ يلا يلا أهم شيء اللي عندكم في الوقت اللي توصلوا. أنا راح نغني لكم أغنية نقول فيها ساعدني ساعدني محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني ساعدني ساعدني. أوه عبد الرحمن يعرفها تاني كما سهيب. غنيها لنا عبد الرحمن. ساعدني 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 محتاج لك، انقذني وأعدني كن جنبي وانا جنب لك. برافو 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 ولدي برافو برافو. أحبائي أحبائي المجتمع المجتمع كامل محتاج ناس يكونوا متعاونين، لازم نساعدوا بعضنا بعض. بالمرات المساعدة مش شرط أنها تكون مادية، المساعدة ممكن أنها تكون معنوية. تعال ممكن أنها تكون معنوية، تكون ابتسامة، تكون زيارة مريض، زيارة قريب. تغنوا كامل معايا ساعدني ساعدني محتاج لك. يلا ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني أرجوك سراء ضراء، في الله أخوك معناه الإخاء. ساعدني أرجوك سراء ضراء، في الله أخوك معناه الإخاء. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. إنني شيخ أتعبني حملي، ساعدني عليه أوصله لأهلي. إنني شيخ أتعبني حملي، ساعدني عليه أوصله لأهلي.
ساعدني 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 واحتاج لك انقذني واعني كن جنبي وانا جنب لك إنني أعمى لا أرى طريقي أوصلني أرجوك لأرجاء السوق إنني أعمى لا أرى طريقي أوصلني أرجوك لأرجاء السوق ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وانا جنب لك ساعدني 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 محتاج لك انقذني واعدني كن جنبي وانا جنب لك انني معاق بطيء سيري كل يا معينا كم تلقى من خيري انني معاق بطيء سيري يا معينا كم تلقى من خير ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك أحبائي شكرا 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 المساعدة مش شرط أنها تكون مادية ممكن أنها تكون معنوية كما ذكرت يلا نروحوا الجواب على السؤال وراه حسيبة برافو برافو يلا يلا شوفينا البراعم هذوك وقتاش اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة واسمك بنتي ياسمين ياسمين شحال في عمرك ياسمين عشرة تسعة ولا عشرة تسعة شحال تسعة سنين بالعربية كيفاش؟ تسعته؟ سنوات سنوات معلش وقتاش اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة؟ 3 ديسمبر واو 3 ديسمبر برافو 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 تعالي تعالي بنتي إذن أحبائي اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة هو يوم 3 ديسمبر 3 ديسمبر إذن أحبائي هذا الحفل من تنظيم مديرية الشباب والرياضة بإشراف سيد الوالي هذا الحفل برعاية مجمع الشروق شركة رامي شركة شيبس مهبول وشركة أوكيدز اللي جاوا اليوم باش يحتفلوا معنا بعيد الاستقلال وعيد الشباب وبداية العطلة برافو 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 بي تحبوا العطلة أحبائي كاين أغنية عمو يزيد يحبها بزاف هذه الأغنية تتغنى بالنوتات الموسيقية بصح كامل تغنوا معايا دوريمي يلا تغنوا معايا دوريمي فاصولا سي كامل هذه الأغنية تعالي 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 منه يلا نغنوا مع بعض دوريمي إذن كامل معايا دوريمي يلا ريمي فاصولا سيدو معروفة عبر الأزمان فبها نغني نحن ونشد وكم تحلو بها الألحان ريمي فاصولا سيدو معروفة عبر الأزمان فبها نغني نحن ونشد وكم تحلو بها الألحان ريمي فاصولا سيدو دو سي لا صول فامي تلحن بها الكلمات فبها نميز كل مقام وكذا طبقات الأصوات هي سرها الأنغام وتلحن بها الكلمات فبها نميز كل مقام وكذا طبقات الأصوات دو ري مي فا صول لا سي دو
سي لا صول فا مي ري دو. نكتبها على الورق بخطوط مرسومة بطول، يدعى السلام الموسيقي ويبدأ بمفتاح صار. نكتبها على الورق بخطوط مرسومة بطول، يدعى السلام الموسيقي ويبدأ بمفتاح صار. دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي ري دو. تنساها واحفظها، وإن كنت حقا شاطر فهي معي نرددها. فاذكرها وتعلمها لا تنساها واحفظها، وإن كنت حقا شاطر فهي معي نرددها. دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي ري دو. دو ري مي فا صول لا سي دو معروفة عبر الأزمان، فبها نغني نحن ونشدو وكم تحلو بها الألحان. أحبائي، شكون العروسة اللي ربحت؟ تعالي تعالي بنتي، أرواحي أرواحي، وش راكي؟ عنديك عندي أكي مليحة. تعالي تعالي تعالي، دير بوسة عمو يزيد. الله يبارك الله يبارك بنتي، أكي فرحانة لك هنا؟ ايه أيه. اوه الله يبارك، وانت كيف فرحانه تاني؟ كيف فرحانه وانت يا فرحانه؟ انتوا قاعدين فرحانين. الله يبارك. اذا بنتي، وقتاش اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصه؟ 23 مارس. وقتاش؟ 23 ديسمبر. بهدلتينا يا، خلاص قولوا لها. يلا شوفي فيهم يقولوا لك، قولوا لها هي وصلت. ما قلتيها من قبيله نسيتيها، هبطتي هذيك الطريق نسيتيها، ما حفظتيش مليح. وقتاش؟ 3 ديسمبر. نقبلوا الجواب تاعها؟ شكون يقول نقبلوا الجواب تاعها؟ في ديدو شكون يقول؟ يلا الى نقبلوا الجواب تاعها في يديكم. خلاص يلا نقبلوا الجواب تاعك، اعطيني الهدية تاعها، اعطيني الهدية تاعها. إذا بنتي، شيبس مهبول يعطيك هذه الهدية المتواضعة، إن شاء الله تستفادي بها. وقتاش اليوم العالمي ذوي الاحتياجات الخاصة؟ 3 ديسمبر. حتشفاي عليها دركا، وعد. خلاص، إذا يوم 3 ديسمبر تفضلي بنتي، إذا التحقي بمكانك. واش رأيكم؟ مادام تكلمنا على المساعدة، تكلمنا على المثابرة، حبيت نتكلم معكم على موضوع مهم، هو موضوع الاحترام. أحبائي، ما فيش مجتمع مرتاح بدون احترام. عمو يزيد دار لكم أغنية نقول فيها هو حوار، حوار بين طفل والوالد نتاعو، يسقسيه يقول له، تعالي واش يقول له؟ يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. والوالد تاعو واش يجاوبه؟ يجاوبه يقول له يا ابني لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي، لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. تغنوا كامل معايا، يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. يلا. يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. يا ابني
ابني فامانا في سنتنا والإسلام. لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. هيا وقر هذا صغير دين وصى وسنة، وتحلى بالاحترام رجلا يكبر كسنا. هيا وقر هذا صغير دين وصى وسنة، وتحلى بالاحترام رجلا يكبر كسنا. تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. ابني فامانا في سنتنا والإسلام. لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا، حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا، شكرا شكرا شكرا. شكرا عمو يزيد، ان شاء الله تفدينينا البليده. شكرا عمو يزيد، يعطيك الصحه بارك الله فيك وقوب العام الجاي ان شاء الله تولي لنا البليده. يعطيك الصحه عمو يزيد، ان شاء الله تولي لنا البليده العام الجاي. جيت نشوف عمو يزيد واعطيه الصحه. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد. حمل التطبيق من البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل فعل التطبيق واكتشف كل اللقاءات، كل الحصص، كل الحفلات وأكثر.